حاجة المغني ديالنا الله يخليك. وانا نهز الميكرو وما رديتهاش ليه في وجهه وبديت نغني. زين اللي عطاك الله وزين اللي عطاك الله زين اللي عطاك الله وزين اللي عطاك الله. غادي نقدم الفقرات ديال هاد المهرجان الصيفي ديال مقاطعة سيد البرنوسي وقيل في نسخته الأولى. الحضور كتعرفوا المجموعة الرائدة اللي هي ناس الغيوان بتاريخها الكبير والفنان الكبير ديالنا الشعبي عبد الله الداودي. ومني كنجيو لهذا المكان نستحضر يعني الزمن الجميل ديال النحلة اللي قضينا فيها فترة كبيرة وكبيرة جدا. فأنا في نفس الوقت كندير نوستالجيا وانا استحضر هذا المكان وميم طون غادي ننشط هذا الحفل. كنتمنى اننا نكونوا عند حسن التطلعات ديال الناس اللي غادي يحضروا. حاليا انا البرنامج الاذاعي اللي سميتو ريحه الدوار وكفى. انا كنقلب على الاستحسان وكل ما يستحسنه الجمهور هذاك هو املي وهذاك هو الطموح ديالي انني دائما نكون عند حسن المتلقي حسن النظر. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.